المدرسة الجهوية لكرة القدم اللي حاليا مسمات المدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية، كان معالي وزير الأول كان زارها هنايا وكان عطى تعليمات باش تكون مدرسة أولمبية. المنشآت اللي موجودة فيها كاين بريفي ان ستاد دو غازو ناتورال اللي مازال ما انطلقتش الأشغال فيه، لو ستاد اون سينتيتيك موجود يعني وكامل، كاين اون سال اولمبيك يعني كامله خاص غير ليكيبمون تاعها.